صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم من جديد. ان شاء الله راح نستكمل شرح درس الامبراطوريه العثمانيه، واحنا شفنا في الفقره الاولى او الدرس الاول اللي هي نشاه الامبراطوريه العثمانيه وتوسعها في البلقان والاناضول. الفيديو الاول شفنا ما يتعلق بنشاه الامبراطوريه العثمانيه، وشفنا ايضا اللي هي توسعها في منطقه البلقان. ان شاء الله راح نشوف اليوم نظام الحكم في الامبراطوريه العثمانيه. اذكر دون شرح اركان نظام الحكم في الامبراطوريه العثمانيه، او اذكر مع التصنيف في عنا السلطان، الصدر الاعظم، الجيش، شيخ الاسلام، والدفتر دار. والسؤال موجود عندي داخل الكتاب، وبين وظيفة كل من الآتي: الصدر الأعظم وشيخ الإسلام والدفتر دار. وراح نشوفها بطريقة المخططات، وحنرجع برضو نشوفها بطريقة الصور. بالنسبة للسلطان، هو عبارة عن قمة الجهاز الحكومي سواء مدني أو عسكري. إذن هي سلطته سياسية عسكرية، سلطته مطلقة بيده جميع السلطات سواء تشريعية، تنفيذية وقضائية، ولكن لا يتجاوز حدود الشريعة الإسلامية. يعني مهما كانت سلطته مطلقة، إلا أنه دائما ملتزم بشرع الله عز وجل. إذن السلطان زي ما حكينا له مجموعة أو نظامه أو حكمه سياسي عسكري ومدني، أيضا له وظائف. الوظيفة الأولى أنه هو نفسه جميع السلطات بيده، سواء كانت سلطة تشريعية أو سلطة تنفيذية، ولكن بشرط هذه السلطة لا يستطيع أن يتجاوز فيها حدود الشريعة الإسلامية. هذا ما يتعلق بالسلطان. الآن راح نشوف الصدر الأعظم، وما هي سلطة الصدر الأعظم المجاورة للسلطان. الصدر الأعظم منصب حاليا يطلق عليه اسم رئيس الوزراء. إذن اختر مما بين القوسين. الآن رئيس الوزراء بمفهوم اليوم هو الصدر الأعظم بمفهوم الإمبراطورية العثمانية. الصدر الأعظم بمفهوم الإمبراطورية العثمانية هو الصدر الأعظم. هو لم يكن له سيطرة على القصر مباشرة، ولكن له سلطة في الولايات، له القدرة على الإشراف على الأمن والنظام، وأيضا إعلان الحرب والجيش. هذا فيما يتعلق بالصدر الأعظم، وراح نشوفها أيضا بطريقة الصور. راح نشوف الصدر الأعظم. طبعا له وظيفة عسكرية سياسية، منصب زي ما حكينا رئيس الوزراء بمفهوم اليوم. لم تكن له سيطرة مباشرة على القصر أو العلماء، لكن كان له سلطة في الولايات. في الولايات كان يشرف على الأمن العام والنظام عن الجيش، وله حق في إعلان الحرب. يعني ممكن نصيغ بأكثر من صورة أسئلة اختر مما بين القوسين، خاصة ما منصب الصدر الأعظم ماذا يمثل بمفهوم اليوم؟ ما هي السلطة التي يستطيع أن يتحكم فيها؟ هل له سلطة على القصر أو العلماء؟ بهذه الصورة ممكن نصيغ أكثر من سؤال اختر، أو ممكن يجينا بشكل كامل اللي هو وضح أهم وظيفة الصدر الأعظم. الجيش عندنا أهم مؤسسة عسكرية طبعا وعسكري، يتكون من ثلاثة: جند، جند إقطاع، إقطاعيين، إنكشاريين، وهي أقوى فرقة، جند خاص، وكان لهم تدريب خاص للولاة، كانوا خاصين بالحكام. كثرة الاعتماد على الجند الخاص أدى إلى الفوضى وانعدام الانضباط. إذن صار عندنا السلطان اللي سلطته مطلقة لا يتجاوز لكن لا يتجاوز حدود الشريعة الإسلامية. الصدر الأعظم رئيس الوزراء ليست له سلطة على القصر لكن له سلطة تانية. الجيش وهو أهم مؤسسة، يتكون من الجنود الإقطاع، الإنكشاريين، الجند الخاص. كثرة الاعتماد على الجند الخاص أدى إلى الفوضى. شيخ الإسلام مفتي الأستانة، وهو أعلى الموظفين الدينيين ورئيس العلماء. إذن المفتي أعلى واحد، يلي شيخ الإسلام. يلي شيخ الإسلام قاضي عسكر في منطقة الرومالي، وقاضي عسكر في منطقة الأناضول، ثم كبار
القادة في الولايات. دفتر دار طبعا اقتصادي بحت، أسهل واحد وأحلى واحد، يشرف على الأمور المالية ويرسلها إلى الخزينة للدولة. إذا شفنا عنا الصدر الأعظم، الآن راح نشوف المتعلق بالجيش. وزي ما حكينا الجيش هو أهم منصب طبعا في الدولة العثمانية أو في أي دولة تانية. يتكون من جند إقطاعيين، 2 جيش الإنكشاريين وهو أخطر يعني عفوا أقوى جيش، وكان له تدريبه الخاص يستخدموه للفتوحات، والجند الخاص اللي كان للولاة والحكام. ولكن كثرة الاعتماد على الجند الخاص أدى إلى انهيار أو قامت حدثت منازعات بينهم وفوضى وانعدام الانضباط. تمام، إذن 3 جند إقطاع، جند إنكشاريين، جند خاص، 3. الآن نكمل الفقرة تبعتنا ونشوف اللي هو شيخ الإسلام. أعلى مفتي في الدولة هو مفتي الأستانة، هو رئيس الموظفين الدينيين والعلماء. طيب هذا المفتي يلي شيخ الإسلام لكل منطقة، في منطقة الرومالي وفي منطقة الأناضول. يعني أول شيء المفتي تبع الأستانة، بعدين شيخ الإسلام في كل منطقة الرومالي موجود، وفي منطقة عسكر الأناضول موجود، ثم كبار القادة في الولايات. يعني أفسرها بطريقة تانية، كأن نقول إنه إحنا المفتي الأساسي عندنا أو المفتي ديار الإفتاء في فلسطين موجودة في القدس، يلي عندنا قاضي موجود في قطاع غزة وقاضي موجود مثلا في الضفة، وكل منطقة قطاع غزة فيها مجموعة من القضاء. بالضبط هي هيك التقسيمة راح تكون. إذن المفتي، بعدي شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يلي قاضي عسكر في منطقة الرومالي روما، وقاضي عسكر في الأناضول، ثم القضاء الصغار أو الكبار في الولايات عفوا. آخر شيء اللي هو الدفتر دار، والدفتر دار مهمته اقتصادية، يشرف على الأمور المالية ويرسلها للخزينة، وممكن يجي بأكثر من سؤال، اختر مما بين القوسين. الآن بهاي الصورة السلطان وهو قمة الهرم، سلطة التنفيذية والتنفيذ التشريعية بيده لا يتجاوز، لكن قائل الشريعة الإسلامية الصدر الأعظم اللي هو رئيس الوزراء أيضا ليس له أي سلطة على القصر، ولكن له سلطة في بعض الولايات، الجيش، إعلان الحرب، النظام. شيخ الجيش مقسم إلى جيش إقطاعي، إنكشاريين، جند خاص، والاعتماد عليهم أدى إلى اندلاع فتن. شيخ الإسلام أعلى مفت، أعلى شخص مفتي الأستانة، يلي شيخ الإسلام، يلي قاضي رومالي في منطقة الرومالي، وقاضي أناضول، ثم كبار القضاء، وأخيرا الدفتر دار. طبعا هذه تقسيمات النظام الحكم في الإمبراطورية العثمانية. شفنا فقرة أنظمة الحكم في الإمبراطورية العثمانية، الآن راح نشوف مبررات توسع الإمبراطورية العثمانية وامتدادها. راح نشوف توسعها في منطقة الغرب وتوسعها في منطقة الشرق، ونجاوب على السؤال اللي موجود عندنا، الدوافع الأمنية والدوافع الدينية للتوسع باتجاه الغرب، يعني باتجاه الإمبراطورية البيزنطية، ونشوفها ونطرح عليها مجموعة أسئلة. ما الدوافع الأمنية والدوافع الدينية للتوسع العثماني في منطقة الغرب؟ وزي ما احنا عارفين منطقة الغرب هي الإمبراطورية البيزنطية. من الناحية الدينية، أول شيء مجاورة الإمبراطورية العثمانية للإمبراطورية البيزنطية، قرروا التوجه بنشاطهم لفتح هذه المنطقة من أجل إدخالها ضمن دار الإسلام. يعني من ناحية دينية يريدوا إدخالها أين؟ في الإسلام. ومن ناحية أمنية، إن أفضل وسيلة للدفاع عن الإمبراطورية البيزنطية وهو التوسع في منطقتها. بمعنى آخر إنه الإمبراطورية البيزنطية دائما تتعرض لهجوم
فكان أفضل وسيلة إنه يدافعوا عنها إنهم يأتوا للمنطقة أو يتوسعوا فيها، فإذا لا تستطيع المناطق المجاورة الهجوم عليها. الآن هذا التوسع في الغرب، في عهد السلطان سليم الأول حدث انقلاب استراتيجي وتوقفت الفتوحات في الغرب واتجهت إلى الشرق. ممكن يجينا أكثر من سؤال اختر مما بين القوسين، أو سؤال مقالي، وطبعا إجا فكرة ضم الدولة أو الإمبراطورية البيزنطية لإدخالها الإسلام يعود إلى الدافع الديني. التوسع في المنطقة يعود دوافع أمني. الحدث الاستراتيجي في الإمبراطورية أو الانقلاب الاستراتيجي كان في عهد السلطان سليم الأول. الانقلاب الاستراتيجي في عهد السلطان سليم الأول يتمثل في الانتقال في الفتوحات باتجاه الشرق الإسلامي. الآن هي هذه هي نفسها الفقرة بصورة أخرى، وموجود عندنا السؤال على ضوء المبررات، وناقش المبررات الدينية والأمنية في التوجه نحو الغرب، وبدنا نقارن يعني نميز بين الغرب والشرق. الناحية الدينية لإدخالها زي ما حكينا في دير الإسلام، الناحية الأمنية أكثر وسيلة للدفاع عنها هي التوسع في أراضيها، وهيها موجودة عندي في الكتاب. راح نشوف عنا الفقرة اللي ابتليها وهي التوسع اتجاه المشرق الإسلامي. التوسع نحو الاتجاه المشرق الإسلامي وصفحة 85، وبتشمل النقاط الأسباب التي دفعتهم للتوجه نحو الشرق، وممكن يجي يحكي لنا عدد دون شرح أسباب سياسية، أسباب دينية، أسباب اقتصادية، ونشوف الأسئلة اللي وردت على هذه الفقرة. إذن الفقرة اللي شفناها فقرة التوجه نحو الغرب، الآن راح نشوف فقرة التوجه نحو الشرق. ما الأسباب التي دفعت العثمانيين للتوجه نحو الشرق الإسلامي؟ طبعا احنا عارفين انه الانقلاب الاستراتيجي كان في عهد سليم الأول. الآن الأسباب الدينية اللي جعلت من السلطان سليم الأول يترك الغرب، أو مش يتركه بالأخص، يفكر في التوجه نحو الشرق، انه كان هناك خشية السلطان سليم من توسع الصفويين ودخول آلاف التركمان في المذهب الشيعي، زي قبل ما يغزوهم قبل ما يغزونا نغزوهم. هذه هي الفكرة. طبعا في خاصة في منطقة الأناضول، فهذا يشكل خطر على الإمبراطورية العثمانية، لأن الإمبراطورية العثمانية سنية والصفويين مذهب شيعي. 2. توسعهم بالحجاز وبلاد الشام ستمكنهم من تزعم العالم الإسلامي، إذن حيصيروا زعماء للعالم الإسلامي. 3. مقاربة رعايا المسيحيين برعايا مسلمين، بمعنى أنه لا أصبحت الإمبراطورية العثمانية كلها مسيحية، ولو فتحوا منطقة بلاد الشرق حتصبح منها مسيحي ومنها مسلم. الحصول على الأماكن المقدسة ونشوفها بطريقة أخرى، ونبدأ توسع العثماني أو أسباب التوسع العثماني، ونبدأ بالفقرة الأولى ناقش المبررات التي توجهتها نحو الشرق. طبعا هذه الغرب شفناها، راح نشوف التوجه نحو الشرق ونترك، لأنه إحنا شرحنا الدينية، ونشوف الدينية وسبب توجههم. أول إشي زي ما حكينا، السلطان سليم الأول خشي من دخول آلاف التركمان في المذهب الشيعي عند الصفويين في إيران، تمام، في هذه المنطقة. الآن طبعا في منطقة شرق الأناضول، هذا يشكل خطر على الإمبراطورية العثمانية، إذا العثمانيين خشوا من الصفويين جيرانهم، فكانت أفضل وسيلة زي ما شفنا في البيزنطيين التوسع في أراضيهم خشية من دخول. 2. توسعهم باتجاه الحجاز وبلاد الشام يمكنهم من تزعم العالم الإسلامي. 3. اللي هي منطقة الحصول على الأماكن المقدسة، وأخيرا مقاربة رعايا المسيحيين برعايا المسلمين، هذا الدافع الديني. نرجع نشوف الدافع السياسي طبعا مرة تانية، الدافع السياسي اللي احنا تركناه، ونشوف واحد. العثمانيين عندما تطلعوا للمنطقة العربية
أرادوا التفرد بزعامة العالم الإسلامي. طبعاً إلهم شرف إنهم يأخذوا المنطقة الإسلامية أو المنطقة العربية. معظم الذين كانوا يهربوا من السلاطين العثمانيين من المماليك والصفويين كانوا يتوجهوا إلى المماليك والصفويين، فحدث نزاع ما بين العثمانيين والمماليك والعثمانيين والصفويين، توتر. تمام، الإسبان كانوا يمثلوا خطر على منطقة شمال أفريقيا ومصر والسواحل الجنوبية، يعني منطقة أسبانيا كانت تهدد المنطقة العربية، فكان لابد من حمايتها. إذن هذه الأسباب السياسية اللي دفعت العثمانيين التوجه إلى منطقة الشرق، شفنا سياسية وشفنا الدينية، راح نرجع نشوفها بصورة أخرى. والآن هاي خريطة توضح منطقة أسبانيا ومدى الخطر اللي بتمثله على مناطق شمال أفريقيا ومنطقة مصر والسواحل الجنوبية للبحر للوطن العربي في البحر المتوسط. الأسباب السياسية التي جعلت من السلطان سليم الأول يتجه إلى منطقة بلاد الشرق الإسلامي إنه العثمانيين كانوا يريدوا الانفراد بزعامة العالم الإسلامي، اللي هو العداء ما بين العثمانيين والمماليك من جهة والصفويين، لأنه كانوا يهربوا إلى هذه المناطق، فخلق توتر ما بينهم، خطر الإسبان اللي يهدد منطقة شمال أفريقيا والسواحل. طبعا هذا السؤال موجود عندنا داخل كتابنا صفحة 88. إذا شفنا عنا الأسباب السياسية والأسباب الدينية، راح نشوف عنا الأسباب الاقتصادية، وراح نقسم الأسباب الاقتصادية منطقتين مهمين: الهند، منطقة الهند، ومنطقة بلاد الشام ومصر. لماذا قرر العثمانيين السيطرة على الهند؟ السيطرة على الطرق التجارية بالوصول للهند سوف يسيطر على الطرق التجارية بين الشرق والغرب، لأنه هذه المنطقة مليئة بالتوابل واللي مسيطر عليها البرتغاليين، فبدهم يمنعوا احتكار البرتغاليين لتجارة التوابل، وخاصة إنه هذه التجارة مهمة، وإنه وبالتالي يسيطروا على الطرق التجارية في منطقة الجنوب. بالنسبة لبلاد الشام، حيربط العالم العربي بعالم الأناضول والرومالي، حيصير في ارتباط بين العرب، منطقة الدولة العثمانية نفسها الأناضول ومنطقة الرومالي اللي هي المنطقة الأوروبية، والسيطرة على الطرق التجارية في البحر المتوسط. وطبعا هذه كمان عندنا سؤال موجود داخل كتابنا: العامل الاقتصادي اللي حيدفع العثمانيين أول شيء إنه منطقة الهند طرق تجارية، فالسيطرة عليها حيمكن من السيطرة على المناطق التجارية بين الشرق والغرب، والسيطرة على التوابل، خاصة إنه البرتغاليين محتكرين هذه التجارة. بلاد الشام لو فتحوها أو يعني استولوا عليها أو سيطروا عليها، سيتم ربط بلاد الشام بعالم الأناضول وعالم الرومالي، يعني حتصير الإمبراطورية العثمانية إلها أكثر من اتجاه بين الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي ومنطقتها، وبالتالي أيضا السيطرة على مناطق البحر المتوسط. هذه طبعا الإمبراطورية العثمانية. هيك إحنا خلصنا شرح الفقرة، راح نحاول نشوف الأسئلة اللي مطروحة على الدرس. الآن نشوف مجموعة الأسئلة اللي واردة على الدرس، ونبدأ مع المهمة التي يقوم بها الدفتر دار في الإمبراطورية العثمانية. طبعا الإشراف على الأمور المالية، هاي سؤال عنا ورد عام 2021: في أي عام تمكن السلطان العثماني من فتح القسطنطينية؟ عام 1453، يعني الفقرة الأولى أو الجواب الأول. ما هي الدولة التي انتصرت على العثمانية؟ الدولة التي انتصرت عليها العثمانية في جال ديران وهي الدولة الصفوية. كم استمرت الإمبراطورية العثمانية؟ 6 قرون استمرت في المنطقة العربية. ما اسم السلطان الذي فتح القسطنطينية
السلطان محمد الثاني ولقب بمحمد الفاتح. ما الدافع الاقتصادي للتوجه نحو الشرق؟ طبعا نشوف الخيارات عندنا، وهي السيطرة على الطرق التجارية المؤدية لمنطقة الهند. ما اسم المنطقة التي منحها السلطان أو السلاجقة لأرطغرل لإقامة ولايته؟ وهي إسكي شهر. ما الدافع الديني الذي دفع العثمانيين للتوجه نحو الشرق؟ طبعا خوفا من التصوف في شمال، اللي هي منطقة شمال سوريا. عفوا، نشوف السؤال مرة تانية. اسأل جواب: خشية من انتشار المذهب الشيعي بين الأتراك. طبعا هذا السؤال موجود من ناحية دينية. نشوف شو في أسئلة مقالية وردت على الامتحان. أين تركز، لازلنا في الأسئلة الموضوعية، أين تركزت جهود العثمانيين في القرن الرابع عشر والخامس عشر؟ طبعا في الأناضول والبلقان. من أطراف الصراع في جال ديران؟ العثمانيين والصفويين. الآن نأتي للأسئلة المقالية اللي انذكرت عنا. وضح دور الصدر الأعظم اللي هو أحد أركان الحكم البيزنطي. أين تركزت الجهود في القرن الرابع والخامس عشر؟ هيها في الدرس اللي قبل منه. نشوف كمان أسئلة وردت مقالية. لا طبعا هذا لسه ما فات علينا. طبعا في القرن الرابع عشر والثالث عشر نشأت الإمبراطورية العثمانية. سؤال أيضا أجا في امتحان 2021. الأسباب الدينية والأمنية للتوجه نحو الغرب. الدينية والأمنية للتوجه نحو الغرب. مكونات الجيش العثماني أيضا سؤال. مكونات الجيش العثماني إجا كل السؤال لوعدد دون شرح. نظام الحكم والإدارة طبعا حنحكي أيضا عن الحكم والإدارة. هيك بنكون تقريبا أنجزنا كل الأسئلة اللي وردت على فقرتنا أو الإمبراطورية العثمانية لهذا اليوم. إن شاء الله تابعونا في دروس تانية. كانت معاكم معلمة الدراسات التاريخية مها ديب سمور.